طيب بنروح بقى لأجندتنا الثقافية، وإيه ممكن الأماكن الثقافية سواء بقى كان معرض كتاب أو مسرح أو ما شابه، نشوف إيه اللي ممكن نروح النهاردة في طبعا معرض الكتاب في العديد من الأنشطة، وفي دار الأوبرا في حاجة أنوثية شعرية مع الشاعر فاروق جويدة، في أوركسترا الأوبرا وعمر خيرت بيانو، عمر خيرت ده الساعة 8 مساء في دار الأوبرا المصرية. We'll be right back.